خليل الدلو المدير الإقليمي لشركة إبسون الشرق الأوسط. طبعا شركة إبسون هي جزء من شركة سيكو إبسون العالمية اليابانية. طبعا تأسست الشركة من 1961 وأطلقت العديد من الأجهزة. التقنيات اللي قدمتها إبسون هو في مجال الطباعة باستخدام تقنية المايكرو بييزو، الطابعات اللي تستخدم الحبر. وزي ما احنا عارفين تقنية الحبر الحين أكثر انتشار، وعمالها تستبدل بطابعات الليزر، وذلك بسبب أنها زيادة سرعتها وكمان تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 95%، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، يعني أظهرت صارت جرين برودكت. أوكي. التقنية الثانية اللي هي الـ 3LCD تكنولوجي اللي داخلة في صناعة أجهزة العرض. واليوم أجهزة العرض طبعا عندنا 58 نوع من البروجكترات، سواء داخلة في المسارح المنزلية أو في التدريس أو القطاع التربية اللي هو في الفصول الذكية باستخدام القلم التفاعلي أو الإصبع التفاعلي. زائد عندنا أجهزة عرض ممكن توصل حجم العرض بتاعها لحد 500 إنش، يعني ممكن أغطي بناية باستخدام عدد لا نهائي من الأجهزة، سواء كانت أفقية أو عمودية. ممكن أغطي مباني فيها، ممكن أستعرض، عندي قاعات طبعا العرض اللي هي تستخدم بالحكومة أو في المسارح الكبيرة. صحيح أنت زي ما أنت عارف الحين كثير من المؤسسات سواء حكومية أو القطاعات أو الشركات صار إلى اهتمام بالبيئة، يعني من ناحية تخفيض تكاليف المصاريف الكهربائية. مثلا لو فرضنا أخذنا بنك يمكن يكون عنده عدد كبير من الطابعات أو أجهزة العرض، فبالتالي احنا عندنا الطابعات اللي احنا بنستخدمها بتقنية الانكجت، من مزاياها انها بتستخدم طاقة جدا قليلة، يعني مثلا 35 واط مقارنة مع ليزر 500 واط ل 600 واط، طبعا دي فرق كبير بالنسبة لاستهلاك الطاقة. بالاضافة لانه عم نوري الكاستمر ممكن هو بحالة التجديف ممكن يشغل الطابعة، فبالتالي بتجديد بسيط انه تنتج طاقه بسيطه 35 واط تقدر تطبع تقدر تعمل نسخ كمان اسكان وبرنت بنفس الوقت. طبعا الريع بتاعها زي ما احنا بنعزم كثير من العملاء انهم يتفضلوا يشوفوا، وكل ما زاد عدد العملاء كل ما تبرعنا بدرهم بقيمه درهم كريع كتبرع من الشركه. احنا عندنا طبعا احنا تقريبا عندنا 5%، طبعا دي لافعال العمل الخير طبعا عالميا، ودائما سيكو إبسون بتتابع معنا انتم عملتوا ايه، ايش عندكم مشاريع، مين اللي عملتوا له دعم، فطبعا في مشاركه من الشركه نفسها. والله احنا متفائلين لانه في كثير من الزبائن بيجوا على المعرض عشان يشوفوا ما هو جديد، والمعرض هذا بالذات السنه هذه اللي هو الابتكار الصناعي، يعني احنا برضو في عنا روبوتكس بنصنعها، عنا تقريبا 80 مصنع في العالم بيستخدموا إبسون روبوتكس في تجميع السيارات، برضو احنا بنصنع الاجهزه بتاعتنا باستخدام الروبوتك اللي إبسون بتصنعها. فطبعا اكيد في ناس عاوزه تشوف ايش هو جديد، وفي زحام طبعا على الاشياء هذه، الناس عاوزه تشوف ازاي تستخدم الروبوتك سواء بالتعليم. اليوم انت مثلا بدلت التليفون، ده ذكاء اصطناعي، انت بتتصل بيرد عليك اللي هو آلة مش شخص، وبياخدك من مرحلة لمرحلة لكذا، فإحنا بنتطور في الأمور هذه. هو طبعا زوار دبي أو غيرهم، إحنا بنقول طبعا اليوم الناس في كتير ما عندها فكرة إنه إبسون بسنة 2011 اخترعت الطابعات بخزانات كبيرة. الخزانات الكبيرة هاي وفرت في تكاليف الطباعة، يعني عندنا مثلا مؤسسة بتستخدم 50 طابعة وفرت بالسنة 1,000,000 درهم باستخدام الخزانات الكبيرة، فده توفير. حتى المستخدم بالبيت مقدر يستخدم نفس الطابعة ويوفر عليه، يعني مثلا انت بتشتري الطابعة فيها 14,000 اسود و6500 ملون، لو بتطبع باليوم 10 صفحات بتكفيه 5 سنوات، فشوف التوفير، يعني تدفع تقريبا مبلغ 600 درهم بضل معك الطباعة جدا لمدة طويلة.